السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير مزيان؟ رمضان مبارك سعيد، دخل عليكم الصحيحه والسلامه. وباش ما تمنيتو يا ربي، اليوم اول نهار في رمضان خرجنا انا والياس. اشنو فين بلاتي؟ حتى البنات قسمني الياس هذا النهار هذا ما عرفت مالو معايا. تقولوا لي شكون اللي محرشك عليا هذا النهار؟ الناس ديال اليوتيوب عندهم بلاصه خاصه. داكشي علاش واسلكم مبروك باش ما كتمنوا وندعي معاكم شويه، والله يدخل عليكم هذا رمضان باش بصحيحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، واهم حاجه تدوزوا مع اللي عزيز عليكم. واللي مات ليه شي حد في هاد لا بيريود هادي الله يرحمه ويوسع عليه، راه عارف سبحان الله رمضان ضروري ضروري. العام اللي فات ماشي هو بحال هاد العام، وماشي هو بحال العام الجاي، ماشي بحال العام اللي موراه. ندعي مع الناس ديال اليوتيوب شويه، والله يدخل علينا هاد رمضان بالصحيحه والسلامه، وان شاء الله ناخذ الاجر ديالو شهر الغفران ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين، المهم راني راه كانت شويه عكزانه، الرسول عاودني شويه، راه عكزان على اليوتيوب الرسول شويه عاودني. اجي خديتي بلاصتي، مالف انا اللي كندير هذا الشيء، وشكون شتك انت اللي كديرو هاد المره هادي؟ رمضان رانا ناشط، شكون في حالي تيكون ناشط في رمضان؟ سبحان الله اجواء رمضان زوينه. عرفتي تنبقى نقول ما كيسكتش البنات، هانتوما قولوا لي في لي كومونتير واش انتوما رجالاتكم بحال هكا في رمضان؟ كنحاول دائما نتقدى في الصباح نحيد داكشي اللي خاص كيكون باقا مزندات، شخصي خبازه كتكون باقا شويه الجو كيكون كتكون باقا الدنيا شويه خاويه. واليوم ان شاء الله ان شاء الله غادي يكون عراضه لحماتي ولوسي، يعني يكون هذا النهار هذا شويه سبيسيال. قلت لخالتي شوفي ما تعذبي راسك بوالو، اجي غير انتيا وجلابيتك. دينا لها واحد الكادو ان شاء الله غادي نعطيوه ليها من جي ان شاء الله تفطر معنا الى كتاب يا ربي يدوز هذا النهار يا ربي على خير. وحاجه اخرى اللي تقولوا لي انتم عامين دوزين هذا رمضان هذا، وشنو الفرق ما بين هذا رمضان هذا ورمضانات الاخرين؟ البنات علاش هذا النهار هذا غادي يكون سبيسيال؟ ديك النهار من تلاقيت مع خالتي كانت قالت لي شهاد البسطيله ديال الحوت، قلت لها خالتي ضروري نجمعوا ونديروها. سبحان الله كتبت الاول ديال رمضان قلت لي اش غنديروا؟ غادي نكومونديو البسطيله غادي نجيبوها ونجمعوا عليها من مور هاد من مور الفطور. اش بان لك الياس؟ شنو هي البسطيله؟ اييه كي جاتك المفاجاه بعدا؟ ديجا داك النهار كانت قالت لي راه خالتي تجهاد البسطيله، وسبحان الله وما ساليناش، بقينا من حاجه لحاجه. خالتي كتوجد رمضان، حنا مشغولين مع الخدمه، حنا مشغولين مع الخدمه. ايوا اليوم عاد كتاب، ايوا من مورا من داك الفطير هذاك اللي غنفطروا به غادي ندوزو مباشره للبسطيله ديال الحوت. شوف بالنسبه للفطور وداك الشيء راه كل واحد خيره في دارو، زعما هذاك الشيء اللي كاين. حنا كنشاركوا النهار غير كيف النهار كيفاش ما دايز وصافي، زعما ماشي باش لا نبان ولا حتى شي حاجه. الحمد لله راه حنا 4 سنين ولا ما عرفت 5 سنين وحنا في يوتيوب، ما عمرنا بنا على حتى شي واحد، كل واحد كيوجد داكشي اللي قسم الله، وكل نهار ورزقه. ومره كتوجد داكشي كثير، والله الا تنتقداو النهار بنهار، حتى حنا دابا داكشي فهمتي، حنا تنخرجوا نتقداو عادي، زعما ديال كنتقداو داكشي ديال النهار، ما كنتقداوش نهائيا داكشي كثير، كيبقى داكشي في خي. شوف بصح صراحه حتى بالنسبه للناس بحال هكا في السوق وهذا، والله الا باش حاجه من تتمشي مثلا مع 11 يقول لك تسالى الحين بنادم كيجي ياخذ شويه النهار باش يخلي الواحد لواحد اخر، والله الا بصح. حنا قبيله مشينا بغينا، حيت السيد كيدير البغرير صراحه زوين ومعروف في الخبازه، كيدير البغرير رقيق. مشينا عنده تقريبا كانت شي 11:30، قال لينا البغرير راه ساهله، قلنا رجعوا من هنا ساعه. الوغ اللي كيولي كيجي كيكوموندي ثلاثه باربعه ديال الميكات، 60 وحده تخيلوا معايا، 60 بزاف. عاوتاني ما كيخليش نهائيا لشي واحد اخر انه يجي ياخذ الواحد. انا المهم كنقول انا وإلياس كنتقداو داك الشيء نهار بنهار، وكنقول ليه الواحد راه رمضان يمشي او ميم طون كيخرج والوقت هكا كيدوز، في نفس الوقيته كيتقدى داك الشيء اللي باغي. وهادشي اللي كاين، ايوا نتمنى هاد النهار يكون داز عندكم على خير، وندوزو ان شاء الله للدار. حنا دابا قريبين للدار البنات. مرحبا بك الحاج، كنخلو الجنه بنت امين تنس عليك، كيما كنت القهوه شريف رمضان كريم، الله يكون الصحه والصحه ديال ماما. امين كنتمنى ان شاء الله يا ربي. على بالك كي جاتك خالتي يا هادي نهزها من ديالك صافي، كلشي ديالك تنسالي ودي المايك.
زينه تبارك الله عليك، يصلح عليك كل عام وانت بخير. وهذا الوجوه بخير ان شاء الله يا ربي، بالصحه والسلامه وبالتوفيق، وهذا النهار زوين اللي غنفطروا مع هذا الوجوه الزوين. الله يحفظك الحاج، الحمد لله الحميده ديالي الله يحفظك. مرحبا بكم. رمضان كريم، الله يعيد عليكم وعلى عباده بالصحة والسلامة. وأنا اليوم أول نهار لي أنا فرحانة، جيت فطرت مع رانيا وإلياس وكبروا بيا وفرحوا بيا، الله يبارك فيهم والله يجعل صدرك يحفظهم ويعاونهم على لباسكم، وكل عام وأنتم بخير. الصلاة عندي عليكم هادشي تبارك الله بزاف، الله يعطيكم الصحة. جاكم النهار الأول في رمضان وضروري نهار الاول شويه تيكون صعيب، والحمد لله الله يعاوننا عليه يا ربي بسلامتو بصلاتو بقيامه ان شاء الله يا ربي، ويعيد علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بكل الفرح وبكل اللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها له يا ربي، وحقكم في الجنه وصحاب الغربه مساكن تاهما يا الله يكون معاهم ويسمحوا لينا على هذا الفطور. خرجوا على عباد الله وقولوا لهم سمحوا لينا. الله يكون معنا ومعاكم ومع عباده كاملين يا ربي. عندكم هذا النهار يا ربي على خير، ونتسناونا ان شاء الله فيديوهات جداد في هذا رمضان، شهيوات جدادين شهيوات محاماتي مازال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خاتي. هذا النهار هذا بغينا كثير نرتاحوا نفرحوا ايام نعرفوا كيفاش جايين سيدنا رمضان نهار اول نهار، وكل نهار ان شاء الله نجيب لكم حاجه جديده. وهذا قالت لي راه موجوده شي وصفات واعره ان شاء الله يا كرم ان شاء الله ان شاء الله يا رب. مستايله زعما بس قبل ما تمشي خالتي بغيت نعطيها الكادو ديال العواشر جليبه بالمناسبه ديال رمضان. المهم على ذوقي كنتمنى تعجبها، صيبناها ليها وغادي نعطيوها لها في رمضان هذا. المهم نتمنى تقبل علينا وتعجبها الجليبه ديالنا. المهم اختاريناها انا والياس، ياك الياس؟ انا عارفه صراحه الذوق ديال خالتي كيعجبها داكشي سامبل، وقلنا نعطيوها ليها في رمضان بالمناسبه ديال اول نهار في رمضان، اجي نعيطوا عليها نشوفوا رد الفعل ديالها. درتي الدره اجي خالتي يا خالتي، كادو ديال اول نهار ديال رمضان، جليبه ديال رمضان، اجي خالتي. بسم الله شكرا على الله يحفظك. يا قولي لي
كادو في نهار رمضان وكادو في العيد وفي الاخر ديال رمضان. صحه راه حفظك انت غادي تشوفي تجي قدك الله يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. على ذوقي شويه بس ما عندكش البلون وياك. لا ما عنديش. الله يسترك انت وليداتك. امين. فيض خمرتك يا ربي حبيبي فهاد العواشر انت و... امين. يحفظك قلبك وليداتك ومولا دارك في السماء. امين ربي يخليكم ليا يا رب. امين. الله يحفظك. الله ينصركم من عنده يا ربي. انتم دائما راه جلابكم اللي كنلبس دابا. كل عيد عندي جلابه. نهير الاول فنضيع. الحمد لله دخلونا الله دخلوا لنا بالسلام ويخرج بالسلام بالصحة وراحة البال والاطمئنان والصلاة والعبادة يا ربي لينا والعبادة جميعا يا ربي. والله يجعل سيدي ربي هو يفاجئها على كل مسلم ويشفي كل مريض ويحن علينا وعلى جميع العباد يا ربي العباد اللي هنا ولا اللي في الغربة. دعوات من القلب دعات معكم كاملين. كل واحد اللي كيترجى شي حاجة يا ربي يسهل له فيها. كما كانت يا خديمه يا جواج يا خلف يا اللي يا صحه يا كل شيء. والصحه هي راس المال. كانت الصحه راه كاين كل شيء. حقاش الصحه هي اللي كتجيب كل شيء. والله يسهل عليك. امين اخواتي الله يحفظك. فطرنا عندك وهنيتيني منها انت مرة ديال الفطور ديال النهار الاول. اجي اختي انا قلت لهم نفطروا يوميا وقلت لي اختي لا نديروا النهار هنا لهي نهار. ان شاء الله يا رب. اجي اختي ما كرهتش نجلس معكم وندوز معكم رمضان. اجي اختي والله حبيبي. على ود مجد وصافي راه انت عارفه تيبغي. هو مجد اليوم دابا راه خدام عطاني النهار روبول ماشي مشكل صافي خليوه النهار ماشي مشكل. النهار اللي يكون النهار اللي يكون فاطر في الخدمه نجي نتعاملكم ان شاء الله. والبنات نتمنى يكون داز عندكم هذا النهار الاول على خير وما كنبغيش نغدر عليكم داكشي نحطوا لكم هذا الفيديو ان شاء الله غدا الى كتاب وتسناو ان شاء الله شي هوات مع خالتي غيكونوا شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه بلديه بحال هذا بلي لينا اللي كنتو مشهيين شي حاجه نديروها لكم على الراس والعين. وحده هنايا في قنيطره ولدي وقريبه لينا ومشهيه من ماكلتنا اي حاجه حريره ولا ملوي ولا الملوي الفران ولا معمر ولا اللي مرحبا على الراس والعين. كاين حتى مشكل مرحبا والف مرحبا. هاي دوك الوجوه الطيبه اللي كنتلاقاو بهم ويسلموا علينا ويقول لك حنا كنبغيوكم حتى حنا راه كنبغيو كلشي وكنبغيوكم كاملين لا اللي بعيد ولا اللي قريب كلشي كنبغيو الحمد لله. الله يدوم المحبه يا ربي. امين امين. وجعلها محبه دائمه ان شاء الله يا رب. تهلا في راسكم وما طولش عليكم. حنا راه دايرين جل النعاس دينا له خالتي هكا صافي عاودي نعطشي نلقاو ان شاء الله فيديو جديد وشهيوات جداد ونويت على خير. باي باي. يلا دي لهم باي 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 باي.